يشرفنا ان احنا يكون معانا على الهواء مباشره من المغرب مهندس عدل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي، طبعا اساتذتنا وكبارنا هنا في القناه. يعني ازيك يا باشمهندس عدلي وازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيكو انت وضيوفك الكرام يا اسلام، حشيش وشريف، حاجه جميله جدا يعني. منور يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن اسلام والكابتن محمد حشيش والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه حسني وبكل مشاهدي قناه الاهلي، وحشتونا. قولوا لنا بقى وطمنونا ايه الاخبار عندكم، وطمنوا جمهور النادي الاهلي، انتوا موجودين في قلب الحدث دلوقتي في كاس العالم للانديه، يعني انقلوا لنا الصوره اكتر يا باشمهندس يا استاذ ابراهيم. يعني حتى طب انا هسيب ابراهيم كده اصل انا بردان لسه، واخد بالك الدنيا برد جدا جدا يا جماعه، جدا احنا لسه جايين من بره. بقول لك ايه، انت شايف المهندس عدلي لابس طاقيه الخواجه صح؟ كل اللبس ده وبردانه يا كابتن عدلي. ابرد عندكم ولا في اليابان يا كابتن عدلي؟ نزلت الشريطه والله دلوقتي. انت الجو ابرد عندكم ولا دي مش هتخلص مع كابتن شريف اكيد. قلت لك خدني معاك. لا اليابان هم عاملين حسابهم ان الدنيا برد فكانوا بيدفونا، انما هنا ما حدش عامل حسابه على ان الدنيا برد، فاحنا بنسقع فعلا يعني. ربنا يديكم الصحه. اما وانك انت يا كابتن اسلام يعني فرضت المقارنه بين هنا وبين اليابان، خليني اسال المهندس عدلي، لان احنا رحنا كل بطولات العالم اللي قبل كده، ايه البطوله دي مختلفه عن البطولات السابقه في ايه، وكواليس البطوله لغايه دلوقتي شايفها ازاي؟ وعايز يا كابتن اسلام كل جماهير الاهلي تعرف من خلال مهندس الصفقات ايه كواليس الصفقه اللي فضلت عالقه بين السماء والارض ديت. أيوه. بدات واحنا في مطار القاهره وانتهت واحنا في مطار ابن بطوطه. يا ريت نشوف مع المهندس عدلي ايه الحكايه اللي حصل وكواليس البطوله لغايه دلوقتي ايه. يعني ابراهيم مفيش فايده فيه، عمال برضه يتصيد وما علينا. لا هبتدي بالاول، الفرق بين هنا وبين اليابان فرق يخصنا احنا، ان احنا في اليابان كنا رايحين تجربه جديده، وكنا يعني وفي اليابان فكان في حاله من الانبهار، و يعني بنتعرف على عالم جديد مش متعودين عليه. دلوقتي الحمد لله الاهلي تعود على هذا الجو، ولكن طبعا اول فارق انك في استضافه دوله عربيه استقبلونا استقبال دافئ جدا بشكل رائع يعكس فعلا حب صادق من القلب. ولكن يعني احنا جينا من المطار لتطوان، يعني مش عايز اقول لك، قالوا لنا الاول دول 50 60 كيلو، قطعنا اكتر من ساعتين، وقالوا لنا اصل الموكب ماشي على مهله، انما المهم الدنيا كانت يعني مشوار طويل وبرد جدا. بس اول ما جينا هنا في الفندق اللي احنا فيه بصراحه يا جماعه، يعني قريه سياحيه، الاوضه مش جناح، ده جناح سوبر سوبر واسعه جدا جدا، والدنيا براح قوي عندهم، يعني كل حاجة يعني بزيادة شوية، يعني من حيث الشياكة والجمال والسعة. يعني صالون القيعي بيتعمل عندك يا كابتن عدلي يا باشمهندس زي ما كان في الدوحة؟ ده مش صالون، ده استاد القيعي، ده الأوضة ما عندهاش. بس استاد القيعي دلوقتي الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصر. هو استاذ ابراهيم هو بيهرب. هو انا بس عايز اقول حاجه بمناسبه السؤال. لا انا هجاوب. اصل ابراهيم واحنا في المطار طبعا كان عمليه التواصل مع امير، كانت الدنيا لسه ما خلصتش، وكنت انا قلقان جدا، والكابتن طبعا كان بيتابعني. بس انا عايز اقول حاجه، لان ناس عماله تكتب ومش عارفه طريق شغل الاهلي، اللي يقول لك كده نسا، ومش اللي يقول لك مش محتاجين للصفقه وخدوها عشان كده. اولا احنا ما بنكدش نسا، ولا شايفين النسا اللي احنا بيقولوا ان احنا بنكدهم، ولا اي حاجه خالص. احنا بنشوف احتياجاتنا وبنشتغل بخطه. يعني الموضوع بتاع القندوسي ده يمكن بدا من اول ما لعبناهم في الادوار الاعداديه قبل المجموعات يعني،
وكان ضمن الخطة بتاعتنا أن تؤجل لنهاية الموسم. كل اللي حصل أن تغيير الظروف وتغيير الأولويات ترتب عليه أن الكابتن اجتمع بينا يمكن من حوالي 3 أسابيع، أنا وأمير وواحد الناس اللي اعتمدنا عليهم يعني في المجال كوكيل. وهو واحد هتقول لي اشمعنى وكيل؟ لأنه كان الشرط إن مفيش حد هياخد مليم من النادي الأهلي، اللي عايز يشتغل محبة أهلا وسهلا. وتوزعت الأدوار، اتحددت اللعيبة اللي عايزة تيجي. طبعا كان خالد ومروان، وبعدين ظهر لنا كريستو، وبعدين القندوسي كان الخيار المؤجل، رأينا من الأنسب إنه يجي في التوقيت ده، لأن ما كانش يعني ينفع نستنى لاخر السنه. حسينا بحاجات كتير جدا كان فيها مخاطره ان احنا ننتظر لاخر السنه. فاللي بيقول ان ده لا، احنا بناخد احتياجاتنا وطبقا لخطه فنيه موضوعه الكابتن بيشرف عليها تماما، وادوار كل واحد فينا كان مكلف بحاجه. والحقيقه امير عمل مجهود مكوكي، لانه الراجل التنفيذي في الاخر، يسافر هنا ويرجع يقعد يوم ويرجع تاني يسافر بلد تانية. ولكن الحمد لله في النهاية النهاردة اللاعب يعتبر لاعب في النادي الأهلي بعد وصلت البطاقة بتاعته، وتم قيده النهاردة في قائمة النادي الأهلي.